بالنظر للاساليب الخبيثه اللي يتبعوها الارهابيين بقتلنا وتفننهم بتفجيراتنا واماكن زرع العبوات، صار من الضروري اتباع اساليب جديده غير هاي الاساليب التقليديه، اساليب نعتمد بها على نفسنا. الطريقه اللي اعتمدتها لكشف سموم هؤلاء الارهابيين هي طريقه جديده، سيطرات ذكيه. سيطرات ذكيه تتوزع بعموم الشوارع بحيث تغطي معظم مناطق المدينة. هاي السيطرات تتكون من منظومة من أجهزة كشف متفجرات. أجهزة كشف متفجرات راح توزع بالشوارع بحيث ما راح تصير عندي صبات أو سيطرة من هاي الاعتيادية أنه أسوي ممر واحد وأخلي السيارات تفوت من هذا الممر وأضيع وقتهم وأعرضهم للخطر أكثر. خلينا هاي الأجهزة أجهزة معتبرة من المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، أجهزة حساسيتها عالية جدا بحيث ممكن أن تكشف العبوات اللاصقة والمتفجرات المزروعة داخل الأرض وأيضا السيارات المفخخة. أجهزة دقتها عالية ممكن تكشف المتفجرات، جزء المتفجرات من مليون جزء، مليون جزء. يعني أنا مني أشر الجهاز على الإرهابي مو قل لي والله أنا سني ببلاتين، لا عين أنت الإرهابي. بما أنه هاي الأجهزة ما متوفرة عندي سويت المنظومة بس بدون هاي الأجهزة، ردت بس أعرف الوقت اللي يوصلني به المعلومة من السيارة المفخخة لحد المركز اللي دا أسيطر عليه وأتابع به السيارات المفخخة. نفذنا هذا الشيء العملي، نفذناه بمنطقة باب الشرجي، سوينا 10 سيطرات ذكية وفرضنا أنه سيارة مفخخة فاتت من يم هاي السيطرة. الداتا اللي وصلتني من هاي السيطرة للمركز اللي أنا بي أقل من نص ثانية، أقل من نص ثانية أنا شفت السيارة المفخخة وأقدر أشوفها اللي موجودة بالكرادة أو اليرموك أو المنصور مثلا. هذا وقت قياسي خليني أقدر أتابعها وأراقبها واتخذ الإجراء المناسب إلها. هذا المشروع قدمته جهات أمنية عليا لكن للأسف قابلوه بالرفض، وكانت العبارة المشهورة اللي يقولوا لي إياها ابني دير بالك على نفسك. مو أنا هي هاي الطريقة اللي إذا أسويها راح أدير بالي على نفسي وأدير بالي على الأبرياء وأدير بالي على الناس. زين أنتم ديروا بالكم علينا. شكرا جزيلا.